حبي انا بدي اقول لك على شغله لانه ما تعود خبي عليك، يعني انا بصراحه في خطه براسي. ايه خطه، بس انا يعني من امبارح كنت بدي اقول لك بس حسيت انه انت ما رح توافق. خطه شو؟ عنتر حكوني من المكتب اللي رحنا لعندهم مبارح من شان الشغل ووافقونا على السفر وقال خلينا نروح نجهز ورقنا ونجيب مصاري حق الفيزياء. وانت ليش مبسوط عمي ابو علاء؟ لانه وافقوا علي كمان. حبيبتي عن اذنك انا لازم روح جهز ورائي وضب لهذا وجيب مصاري مشان الفيزياء تبع السفر. انت مسافر كمان؟ لك يلا عنتر كلنا 10 سنين. ما نطول 10 سنين؟ ايه بيمرقوا. اسبقيني يا زلمة حالك. حاضر. صباح الخير. صباح النور. خير أنسة نيفين؟ كأنك زعلانة؟ زعلانة؟ لا مالي زعلانة، لا بلا زعلانة، زملائي كلهم بالأوتيل بدهم يسافروا ومعهم خطيبي كمان. ليش أنت مخطوبة؟ أنا؟ لا، بلا، أنا مخطوبة بس أنا ماني فاهمة أنا وخطيبي أبداً. فيني أحكي معك كلمتين على انفراد؟ وزميلتك ما بدك تلحقها؟ لك العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، لاحق. ايه طبعا فيك تحكي معي كلمتين على الانفراد، تفضل. قال لي شو رايك تفسخ خطبتك واخطبك انا؟ قلت له انا بدي افسخ خطبتي، بدي اخطب لواحد معه مصاري كثير مشان يعيشني عيشه هنيه، مو موظف مثل حكايتي ما معه مصاري. قام شو قال لي؟ قال لي بالله ايه انا كل تقرير بسلخه باخذ عليه 100,000. قلت له تقرير شو معلم؟ قال لي بعدين بقول لك، بس بدي اياكي تعرفي كثير منيح انه انا معي مصاري كوميات وبعيشك مثل الاميرات. الله لا يوفقه، ان شاء الله بيقبض بجهنم يا رب. ان شاء الله يا رب. نيفين بدي اسألك، الشيك اللي لقيتيه بغرفته بتتذكري شو مكتوب عليه؟ ايه معلم، مكتوب عليه اسمه واسم تاني. معناه هذا الحدا التاني هو يلي صارف له الشيك. ما بتتذكري اسمه؟ اسمه يا نيفين عبود. يلا سرحبيل. عبود سرحيل. تعرفه معلم؟ بعرفه، هذا صاحب منتجع حورية الأندلس. ألو، مرحبا حبيبي، كيفك عبود؟ كيف صح؟ القلوب عند بعضها حبيبي، خلي لي إياك. إيش بدي إلا؟ تعرف واحد اسمه رشيد؟ أيوة. أها، شكرا حبيبي، شكرا. أهلين بالسيد شفيق، شرف. ارتاح. شو استاذ رشيد، خلصت كتابة التقرير ولا لسه؟ انا اسفه رشيد، بس يعني هن كشفوك وانا اضطريت اعترف بكل شيء. شو زبطت لنا الموضوع مثل ما زبطت موضوع حورية الاندلس؟ معلم شفيق، الله وكيلك. انا انت حرامي، انت ما بتستحي ولا بتخجل، عامل حالك موظف محترم جاء على أساس تكتب تقرير أنه هذا المنتجع في تحت منه مدرج روماني قديم، فبيصل للمعلم شفيق على أنه منتجعه بدون يهدموه، بيجي بيرشيك المعلم شفيق بكام ليرة مثل ما عملت بعروس الأندلس. ما هيك؟ على هذا الأساس بيمشي الحال. بس فشرت ممكن تدفع قرش واحد، وأنت وأمثالك معروفة نهايتكم. بحطمنك الشرطة لا تقول غير وصلت.